أهلا 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 بحضراتكم، كل الترحيب بكل المحبة والتقدير والاحترام لكاتبنا الكبير جدا أستاذ محمد سلماوي، منورنا. الله يخليك، أشكرك. إيه الأخبار، كله حلو؟ يعني يا رب تكون كل حاجة حلوة في ظل الظروف دي. يعني صعب كلمة حلوة دي. صحيح، يمكن قاعد عمال بفكر وحتى بحاول نعمل زي برين ستورمنج كده واحنا بنتكلم، هنتكلم في ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا في ايه، فلقينا عشرات الامور. لكن اظن انه دائما المشاهد المصري اولا منتظر انه يعرف ويفهم الوضع الداخلي المصري، الملف الداخلي المصري لو صح التعبير، وماذا بعد الانتخابات. كيف يرى الاستاذ محمد سلماوي ما بعد الانتخابات الرئاسيه؟ والله أنا بأرى يعني مرحلة جديدة في تاريخ مصر، والشواهد على كده ما حدث في الفترة الأخيرة. ما ننساش أنه مسألة الحوار الوطني غيرت أشياء كثيرة، خلقت نوع من النقاش المجتمعي اللي كان غايب لسنوات، لأن كنا في حالة حرب، كنا في حالة حرب مع الإرهاب والتطرف والوضع اللي كان موجود، وكان يعني له الأولوية في كل شيء. تطورنا من ده بعد الوصول لمرحلة الاستقرار والأمن، والحمد لله الحفاظ على الدولة في الوقت اللي الدول اللي حوالينا كلها بتتفكك وتنهار. صحيح. إلى مرحلة أخرى بنناقش فيها بقى مشاكل. وكان السؤال المطروح لو تذكر طبعا، الحوار الوطني ده هل هو حوار شكلي ولا ده جد؟ والناس كانت متشككة، لأن ما حدش تعود على حوار يبقى بصراحة كاملة وقيادة سياسية بتقول اللي هتتفقوا عليه هنفذه. يعني كانت مسائل أشبه بالدعاية، مش إلى أن ثبت عكس ده. حصل الحوار، وشارك في الحوار جميع فئات المجتمع وجميع الاتجاهات السياسية المؤيدة والمعارضة والأنمالية وكله، وخرج من الحوار مقترحات وأفكار رفعت إلى القيادة السياسية وتم تبنيها بالفعل. صحيح. وإن كان الحوار لسه ما خلصش شغله يعني، لكن ما تم رفعه للقيادة السياسية. أذكر على سبيل المثال اقتراح الحوار الوطني للرئيس بأنه الانتخابات القادمة تظل تحت الإشراف القضائي، رغم أن الدستور كان بيقول أنه لا، سنة 24 يترفع الإشراف القضائي. تبنى هذا الاقتراح فورا ويكاد يكون في نفس اليوم يعني. وأشياء أخرى من هذا القبيل، خاصة أشياء تتعلق بملف الحريات، واقتراحات من الحوار الوطني تم تبنيها، وتم الإفراج عن ناس كان قد ألقي القبض عليهم يعني قبلها بساعات، مش بأيام ولا شهور. فدي كلها بتدي يعني مؤشر انه في تواصل حصل بين القيادة السياسية وبين الرأي العام الشعبي، وهذا التواصل كان مفتقد لعقود. كان دايما الشعب في وادي والقيادة السياسية في وادي آخر. فده تطور مهم جدا. التطور الآخر له علاقة بالموقف الخارجي والتهديد اللي بتواجهه مصر على حدودها الشرقية، ومسألة تهجير الفلسطينيين. صحيح. قسريا إلى سيناء، ورفض مصر. والموقف ده الحقيقة في بعض القضايا في السياسة الخارجية بتبقى قضية داخلية. وهذا الوضع، هذا الموضوع كان قضية داخلية لكل مصري،
وموقف القيادة السياسية وتلاقيها مع الرأي العام الشعبي برضو وجه، يعني إذا كان مسألة الحوار الوطني والمصارحة والنقاش والانفتاح السياسي اللي شفناه من خلال الحوار يتعلق بالسياسة الداخلية وبأسلوب حكم أتوقع أني أراه في المرحلة القادمة بعد حلف اليمين، فالقضية الوطنية أيضا أكدت المواقف الثابتة، المواقف القومية الثابتة اللي كان بيحصل في الماضي أن تلاقي في انفصال فيها ما بين القيادة السياسية وما بين الشعب، خاصة وقت اتفاقيات السلام والتطبيع، وما كانش الشعب متلاقي تماما صحيح مع القيادة السياسية والمعارضة كانت قوية. هذا الموقف أكد هذا التلاقي بشكل كبير جدا. فأنا كمواطن مصري مطمئن داخليا أنه في مرحلة جديدة بتبدأ، مرحلة انفتاح سياسي وكذا، ومطمئن قوميا ووطنيا من خلال المواقف الواضحة اللي شفتها والتي تزامنت مع فترة الانتخابات. طب المواطن المصري مطمئن للتحركات في الملف الخارجي، ده مما لا شك فيه، مطمئن للاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، ده مما لا شك فيه، مطمئن لأن هناك نتائج حقيقية ملموسة جوه من خرجت من الحوار الوطني انعكست فورا على الملف السياسي الداخلي. بس المواطن المصري أظن بل أكاد أكون متأكدا يتساءل كل ساعة، الحكومة هتكمل معانا ولا مش هتكمل؟ هذا ليس ذما في الحكومة، ولكن حتى الناس بقى بتقول كده، هم تولوا المسؤولية في فترة شديدة الصعوبة بس لحد كده وكفاية، احنا عايزين حكومة مختلفة. البعض يقول احنا عايزين حكومة الاقتصاديين، والبعض يقول لا احنا عايزين حكومة تقدر تظبط لنا الأسعار وتضرب بيد من حديد على التجار وما إلى ذلك. بتشوف ده ازاي يا أستاذ محمد؟ هو شوف، يعني الدستور لا يلزم الرئيس بأنه لازم يغير صحيح الحكومة، لكن أنا بتوقع أو بأرى من وجهة نظري الشخصية يعني أنه المرحلة القادمة محتاجة تغيير، محتاجة توجه جديد، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وزارة جديدة. وزارة جديدة مش بالضرورة يبقى رئيس الوزارة جديد، أو لأن في تعديلات وزارية ما هيش تعديل إطلاقا، يشيل وزيرين أو ثلاثة ويبقى عملنا تعديل، لا، يعني ما يكفي من التعديلات أنه يدي انطباع للرأي العام أننا على أعتاب مرحلة جديدة. مرحلة جديدة فيها يعني استثمار للقضيتين اللي اتكلمنا فيهم، قضية الانفتاح السياسي والقضية القومية الخارجية، وأساسا أيضا رؤية جديدة تطمئن الناس اقتصاديا، لأنه ده ملف شائك جدا، وملف أنا بعتبر أن الحكومة كانت مقصرة فيه إعلاميا. ربما سياستها الاقتصادية عظيمة جدا ماشية مظبوط، إنما إعلاميا هي مقصرة في هذا الملف، متكتمة دائما. ليه؟ ده أنت عندك حاجات، يعني بنتكلم على الدين وعندنا دين كبير، هذا الدين في النصف الأول من سنة 24 هيبقى حجمه كذا، في النصف الثاني أقل بكثير. صح. طب دي حقيقة، ازاي الحكومة ما بتقولها ليش؟ ازاي الحكومة ما بتطمئنش الناس وتقول انه بعد النصف الثاني من 24 هيبقى خدمة الدين اقل والفايدة اللي بندفعها اقل، وبالتالي ده هيأثر على سياستنا ازاي؟ هيعمل انفراجة ازاي ولا مش هيعمل ولا ايه؟ دي قضايا كلها ملك للناس.
هل يجوز ان الحكومه تتكتم طول الوقت؟ يعني انا ما بفهمش سياسه الكتمان المستمر. صحيح. ويمكن حتى بيلفت نظري جدا ان احنا في اكثر من موضع كنا بنشوف الرئيس يقول للحكومه انتوا ما بتتكلموش في الموضوع ده ليه؟ انتوا ما بتكلموش الناس ليه؟ انتوا ما عملتوش مؤتمر صحفي ليه؟ انتوا ما اصدرتوش بيانات بده ليه؟ يعني ايه اللي بيجرى؟ الحقيقه اكثر واحد متحدث في السلطة السياسية كلها هو رئيس الجمهورية. أكتر واحد بيعلم الناس في زياراته وفي لقاءاته وفي بتاع، حتى بيتكلم يمكن بصراحة أكثر مما اعتدناه. واخد بالك؟ إنما الوزراء سياسة في الكتمان. بينما أنا بعتقد إنه مهمة جزء أساسي من مهمة الوزير هو أن يتواصل مع الرأي العام، أنه يعرف الرأي العام هو بيعمل إيه، زي ما بيحصل في العالم كله. يعني المثل اللي دايماً بضربه البيت الأبيض، زي ما أنت عارف طبعاً. يومياً الساعة 12 الظهر في مؤتمر طبعاً. صحفي للمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض. يجاوب على كل أسئلة الصحفيين يومياً. مين وزير عندنا بيعمل كده أو عنده متحدث رسمي بيعمل كده في قضايا الناس مشغولة بيها وقلقانة بيها؟ لا، ده أنت واجبك وجزء من زي ما بيقولوا الجوب ديسكريبشن أو جزء من مسؤولية التوصيف منصبك الوظيفي. التوصيف الوظيفي لمنصبك هو كيف تتواصل مع الرأي العام، كيف تعلم الرأي العام، كيف تسوق سياسة الحكومة للرأي العام، كيف تتواصل ويبقى فيه تجاوب بينك وبين الرأي العام، بحيث أنا كمواطن أبقى عارف الوزير ده بيعمل إيه، أبقى عارف السياسة الاقتصادية رايحة فين، أبقى عارف الحكومة الجديدة لو جت حكومة جديدة هتتعامل مع مشكلة الديون إزاي. هل ده لأن هم تقنيين مش سياسيين؟ يعني ليسوا حملة حقائب سياسية وإنما هم تكنوقراط؟ والله أنا بتصور إن هو ميراث. يعني إحنا ما تعودناش إنه الوزير لازم يطلع يكلم الناس. الوزير بيعمل الشغل اللي مطلوب منه من رئاسة الجمهورية، وطالما تمم شغله خلاص. لكن إنه هو بقى يقعد يقول للناس هو بيعمل إيه، مش كل وزير عنده الحس ده والإدراك بإنه التواصل مع الجماهير جزء من سياسته. السياسة مش بس إنك تنفذ تعليمات سيادة الرئيس، إنما كيف يتقبل الرأي العام هذه السياسة. من الوزراء السابقين اللي كان عندهم هذا الحس بشكل عالي جدا مثلا فاروق حسني. طبعا تواصله مع الرأي العام من خلال الصحافة والإعلام وكذا، بحيث أصبحت القضايا الثقافية اللي هي بيتصوروا أنها قضايا النخبة وكذا أصبحت قضايا رأي عام في الشارع. الأوبرا، الناس اللي كانت ما تعرفش إيه هي الأوبرا عرفت إيه الأوبرا صح. وإيه أوبرا عايدة أو البتاع اللي كانت بتعرض للبشوات في الأوبرا أيوه. الخديوية أيوه. زمان وكذا. فده جزء أساسي أتمنى برضو يمكن وإحنا بنستطلع أو بنتطلع للمستقبل إنه يكون يعني واضح في ذهن الوزارة الجديدة، لأنه لدي الوزارة الكثير من الأنباء الجيدة والسارة اللي لازم تعلم بها الجمهور وتعلمه أيضا بما هو ليس سار عشان يبقى واقف معاها. يعني فكرة وسياسة وأسلوب المكاشفة والمصارحة والتشارك. بالظبط كده. ليه الحكومة ما بتعملش عندنا كده بخلاف مسألة الميراث أو الإرث الذي اعتدناه؟ مفترض أن الحكومة دي أو إذا كان في حكومة جديدة أو حكومات تالية أيا كان، أنتوا بتشتغلوا في عهد جديد بتصور جديد باستراتيجية جديدة بإجراءات جديدة، ليه محافظين على الإرث ده؟ أقول لك، لا يعني إلى جانب التعود والإرث زي ما بنقول، إنما أيضا هو السياسي بيتكون ازاي؟ بيتكون من خلال التعامل الحزبي في الشارع. الحكومة صح. او حزب بيشكل حكومة بيشكلها من اعضاء في الحزب
تمرسوا في العمل الجماهيري، نزلوا الشارع، عملوا مؤتمرات شعبية، عينهم دايما على الرأي العام، هل هو متابع سياستي، فاهم سياستي ولا لأ، هل هو مع الحزب ولا ضد الحزب. الأحزاب عندنا تكاد تكون، وهذه يعني سوءة أخرى نتمنى برضو أنها تزول في المرحلة القادمة، الأحزاب غير موجودة، وبالتالي المفرخة بتاعت اللي بتطلع رجل السياسة اللي متمرس على السياسة، وإذا تمرس على السياسة بالضرورة بيدرك أهمية تواصله مع الرأي العام، لأن ده جزء أساسي. طب ده خلينا نفكر مع حضرتك بصوت عالي، اللي أنا أشوفه أنه فعلا أدى إلى نتائج عظيمة جدا كان الحوار الوطني والحوارات والمناقشات والاتفاق والاختلاف اللي حصل جوه الحوار الوطني ما بين من هو معارض وبين من هو مؤيد وما بين الأحزاب المختلفة. طبعا يا الناس اللي كنت فرحان جدا، إيه ده يا خبر أبيض، الحزب الشيوعي المصري كمان معزوم جوه الحوار الوطني، ده شيء رائع وما إلى ذلك. لكن أنا أصبح في عندي انتخابات رئاسية، عمري ما شفت في مصر انتخابات قائمة على أساس حزبي غير الانتخابات دي. فأنا عندي المصري الديمقراطي الاجتماعي، عندي الشعب الجمهوري، عندي حزب الوفد، وعندي مرشح مستقل فاز بهذا المقعد. هل الأحزاب في مصر مستعدة للتعامل مع هذه النتائج تعامل إيجابي؟ يعني يبنوا كوادرهم ويبنوا مدارس الكوادر جاهزين لهذه النتائج؟ يعني سؤال غاية في الأهمية، لكن دعني أختلف معاك في الطرح الأولاني، إنها كانت انتخابات قائمة على تنافس حزبي. هذا غير صحيح، لأنه لا يكفي إن يبقى الأحزاب غايبة تماما عن الساحة ثم تترشح للرئاسة ونقول والله عندنا انتخابات حزبية. لا، ما هياش حزبية، مش حزبية، ده انتخابات بين أفراد يعني صحيوا من النوم بعد نوم دام سنوات طويلة وقالوا احنا أحزاب هنيجي ننافس. ما كانتش على أساس أو وجدوا فرصة، يعني لأول مرة وجدوا فرصة، وكويس أنهم دخلوا الانتخابات وإحنا سعداء بهذا. إنما ما تنساش أنه الرئيس مش حزبي، الرئيس مستقل، فإذا ما كانتش انتخابات على أساس حزبي، هي انتخابات بين رجل له إنجاز والناخب خابره على مدى 10 سنين أو أكثر ويعلم من هو وما هي قدراته وما هي إنجازاته وما هي الأشياء التي جعلتني أشكو من الوضع، كل ده بحلو ومر معروف للناس، ووجوه جديدة تماما طلعت فجأة كده، ده رئيس حزب وده كذا وده، يعني حتى أنا مستغرب النسب اللي خدوها دي جابوها منين. يعني مش بس دي حاجة برضو جيدة، يعني أنا ألاقي أن النسب بهذا الشكل ومعدلات التصويت كده، أنه تبدأ تقريبا من حوالي 850 ألف صوت وصولا لتقريبا حوالي 2 مليون صوت عند المرشح المهندس حازم عمر كمركز تاني في هذه الانتخابات. ده إدالي برضو يعني أمل في أنه الأحزاب تقدر تكمل اقتناص الفرصة. هو عشان تتحول هذه الفرصة، وهي فرصة كانت جيدة وإحنا سعداء بيها، لكن عشان تتحول إلى الأمل اللي إحنا بنتكلم عنه، يجب إنه تبقى دي نقطة البداية بالنسبة لهم، مش نقطة النهاية. صحيح، إنه أنا نايم 4 سنين وبعدين تيجي الانتخابات، أخش الانتخابات، خسرت الانتخابات، أكمل نوم بقى ولا أصحى وأتنشط؟ لا خلاص، الستار ينزل والمسرحية خلصت. لا، دي يا ريت تبقى بداية، طالما أنت جمعت 100 صوت ولا 200 صوت ولا 2 مليون صوت، طب كيف ستستثمرهم في المرحلة القادمة؟ إما هتستثمرهم وهينشط الحزب بتاعك ده ونشوف فعلا في حراك سياسي يتفق مع الحراك السياسي اللي تم بالنقاش في الحوار الوطني، ينزل بقى للشارع وللمعترك السياسي، ويبقى هنا الحوار الوطني يعني تأصل في المجتمع،
أو أنه مش هيقدروا يعملوا ده. هم في اختبار، يعني عايز أقول أنه الأحزاب السياسية في مصر كلها ومش بس اللي خاضوا الانتخابات في اختبار شديد جدا، هو اللي هيحكم. يا إما هيعودوا إلى مواتهم، يا إما أنه دي هتبقى بداية لصحوة جديدة تستفيد من مناخ الانفتاح السياسي اللي احنا بنتوقعه. لازم يغتنم هذه الفرصة. هستأذن حضرتك أستاذ محمد، هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام، ويمكن أنا محتاج أسمع تحليل الأستاذ سلماوي على الوضع على الأراضي الفلسطينية تحديدا. يعني أنا فعلا شاغل بالي ما الذي تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للضغط الحقيقي على إسرائيل، بصرف النظر على أنه نتنياهو دائم الحديث على أنه إحنا ما حدش بيضغط علينا، ولا حد يقدر يضغط علينا، ولا حد هيقدر يوقفنا عن هذه الحرب. واقع الأمور أنه لا، هو ممكن ضغوط تمارس وممكن أكون غلطان، فأنا محتاج أفهم. هروح للفاصل ونكمل الكلام مع كاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي بعد إذنكم. استنونا، أنا لازم أنا كمان أغتنم الفرصة، يعني أنا مش هقدر. خلونا نجدد الترحيب جدا 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 بكاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي، واغتنامي لهذه الفرصة يأتي في إطار تحليل للموقف. إيه اللي بيحصل على الساحة الفلسطينية أو على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا من القطبين الدوليين الأكبر غربا أو شمالا وغربا، ما بين لندن وما بين واشنطن؟ هو للأسف أن القطبين هما لندن وواشنطن، لأنه في الحقيقة دول قطب واحد، والقطب الثاني غائب تماما عن الساحة وهو القطب الروسي. يعني إذا كنا بنتكلم على الأقطاب اللي هي الدولية الكبرى اللي كان مفروض يبقى لها تواجد في هذه الأزمة، فإحنا عندنا الولايات المتحدة وتوابعها اللي أولهم إنجلترا وروسيا والصين، الثلاثة دول اللعيبة الكبار. للأسف أنه في الأزمة اللي احنا بنواجهها النهاردة مفيش غير قطب واحد هو النشط، والقطب ده مش معانا. يعني حتى التعادل اللي كان ممكن يحصل بينه وبين القطبين التانيين غير موجود إلا في التصويت في مجلس الأمن، لكن على الساحة على الأرض هو الوحيد اللي موجود. وبالتالي الضغط الدولي على المعتدي غير قائم، فده وضع الأقطاب الكبرى في العالم. الوضع بين الاثنين المتحاربين، الوضع الإسرائيلي للأسف منساق تماما إلى الحرب الشرسة، إلى النهاية وإلى أبعاد ربما لم تصل إليها أي حرب من قبل. يعني أنا كنت ببص على إحصائية ذاك النهار، عدد الصحفيين بس اللي ماتوا في هذه الحرب أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية اللي قعدت 4 أو 5 سنين. قعدت 6 سنين، من 39 ل 45. بالظبط، أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في حرب فيتنام اللي قعدت من 55 ل 75، 20 سنة. 20 سنة، إيه ده؟ يعني في أبعاد، و يعني وصلنا لمراحل ولحدود لم تكن موجودة من قبل. والسبب في ده طبعا انه نتنياهو عنده مصلحة شخصية في استمرار الحرب، لانه تاني يوم الحرب توقف هو اول يوم في محاكمته، ان لم يكن على قضايا الفساد اللي مرفوعة ضده وموجودة بالفعل منظورة في المحاكم ومعطلة لكونه رئيس وزراء، هيكون بسبب الحرب و الإخفاقات اللي حصلت في الحرب. لو تفتكر حرب 73، رغم أنه يعني أداء إسرائيل ما كانش بهذا السوء اللي احنا بنشوفه النهاردة من حيث الوحشية وخرق القوانين، اتعملت أجرانات، اتعمل طلع
محاكمة واتعملت لجنة أجرانات، فما بالك بهذه الحرب اللي فيها من خرق القوانين الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما لم نشهده من قبل. ففي هنا عدو، لكن طبعا الجانب العربي مش هتكلم عليه لأنه يكاد يكون غير موجود فيما عدا الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها مصر والمبادرة الجريئة اللي طرحها الرئيس السيسي بأنه دعا العالم أن نبدأ من مرحلة جديدة وهي الاعتراف بالدولة، صح. مش نرجع تاني لمفاوضات كي نصل إلى الدولة، لا نبدأ بالاعتراف بالدولة، وده كان تقدم نوعي، صحيح. هائل. فيما عدا وطبعا جهود الهدنة والوقف إطلاق النار وكذا، فيما عدا هذا العالم العربي ليس على الساحة وغير موجود بين مش موجود في الملعب يعني. إنما عندنا بقى المقاومة الفلسطينية، مش حماس، المقاومة الفلسطينية، لأنه اللي احنا بنشهده النهاردة ده مقاومة وطنية دفاعا عن التراب الوطني، لا يستقيم معاها انك انت تقول ان دول اخوان ولا ليبراليين ولا شيوعيين ولا زي ما بنقول بالمصري عفريت ازرق. يكونوا عفريت ازرق ما فيش مانع، انا بدعمهم وانا واقف معاهم، لما الحرب تنتهي نبقى ساعتها نتكلم في ده، صحيح. لان ادائهم النهارده ما هوش اداء وفق ايديولوجيتهم اللي انا رافضها، لا ده اداء قومي وطني دفاعا عن الوطن، صح. لما يبقى ادائهم سياسي بعد الحرب ساعتها يبقى في كلام تاني. يعني تشرشل اللي وقت الحرب اعتبروه وما زالوا بيعتبروه من اعظم القاده في تاريخ بريطانيا، وقت الحرب يعني كان كله واقف وراه، لما خلصت الحرب وترشح في الانتخابات ما انتخبوش، صحيح. لا دي مرحله تانيه وعايزه ناس تانيه وبتاع، فمش لازم نخلط الاوراق. يعني انا الحقيقه بستاء جدا من الناس اللي بتهاجم حماس النهارده تقول لك انه دول اخوان او تابعين للاخوان، انا بقول تابعين للشيطان. ولا ورجعنا لتشرشل تاني اللي قال مستعد ان اتحالف مع الشيطان لكي ده مش وقت أكسب. التصنيف الايديولوجي على الاطلاق، بالظبط كده. والتصنيف الايديولوجي لا يفيد الا الجانب الاخر، طبعا يفيد اسرائيل، طبعا. مساله التفرقه والوقيعه دي سياسه ثابته عند اسرائيل يعني من نشاتها لغايه النهارده. تتمنى اسرائيل ان العرب كلهم يقفوا ضد حماس ويقولوا دي اخوان ويتخلوا عن حماس. الحقيقة اللي بيحارب قدامي النهاردة مش حماس، دي المقاومة الفلسطينية يعني بكل معاني المقاومة اللي موجودة، يعني من أول قادة حماس اللي احنا بنعرفهم السنوار وغيره لغاية 13 فصيلة أقل طفل واقف الأطفال، لغاية المقاطعين العرب، لأنه إذا كانت الحكومات العربية يعني خارج اللعبة فالشعب العربي مش خارج اللعبة. الشعب العربي بيحارب بسلاحه بالمقاطعة، والمقاطعة جايبة تأثيرات كبيرة جدا وأثرت بشكل كبير جدا على احنا بنتكلم على منشآت وكيانات اقتصادية بتدعم إسرائيل بقدر ما أمريكا بتدعمها، صحيح، وبشكل دائم وسنوي ومستمر. وبعدين يعني إذا كنت عايز ننظر بقى للجانب الإيجابي في العملية، فالمقاومة الفلسطينية حققت أشياء كبيرة جدا، حققت لأول مرة تعاطف غير مسبوق في العالم مع القضية الفلسطينية، غير مسبوق، مش شفناهوش قبل كده، بل وإعادة إحياء القضية نفسها، إعادة إحياء القضية بعد ما كان خلاص دفنت وراء مسرحية التطبيع
والاحتفالات التطبيعية إياه. وجدنا أيضا أنه لأول مرة حصل هذا الانشقاق الحاد جدا بين السلطة السياسية الحاكمة في الدول الغربية الداعمة لإسرائيل ورأيها العام، وبين الرأي العام الشعبي الإيجابي اللي طالع في مظاهرات وبتاع. أنا بشوف الاحتفالات بتاعت أوبرا لاسكالا بتاعت ميلانو دي من أكبر دور الأوبرا في العالم، لاسكالا دي ميلان، ناس منزلة علم فلسطين من الدور الثالث بتاع الأوبرا البنوارات وكده للصالة بعلم فلسطين وبيقولوا اوقفوا قتل الأطفال في فلسطين. دي أشياء عمرنا عادة القضية للحضور الدولي مرة تانية، وحضور تم إحيائها بعد موات، يعني تم إحيائها بعد موات، شكل لم نشهده من قبل. أنا مش عارف أعمل إيه في الوقت اللي بيداهمني من وقت للتاني ده، حاجة شيء قاتلة، شيء قاتل وضحكات الوقت دي. نفسي أقتل الوقت قدر الاستطاعة، بس هعمل إيه؟ أنا مش هقدر أوصف قدر سعادتي البالغ بوجود حضرتك النهاردة. الله يخليك. وقبولك لدعوتنا المتواضعة. حضرتك عارف حجم تقديري ومحبتي قد ايه، متبادل يعني، يا بختي. اشكرك يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان احنا نلتقي تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر. الف 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 شكر، والف شكر على اللي تفضلت علينا بيه في الفقره دي وفي هذا الوقت وان كان قصيرا. كل الشكر لحضرتك يا فندم. شكر لك. كل الشكر ليك، كل الشكر لكاتبنا الكبير جدا فعلا استاذ محمد سلماوي، كل الشكر. شكرا على حاجات كتير جدا لن أفيه الحقيقة حقها أبدا، يعني مهما قلت، إلا أنه هعمل إيه الوقت. أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة كما جرت عادتنا الرائعة كل يوم اثنين. خليكم معانا.